اليوم استغلينا هذا الزيارة هذه حتى نشوفوا ظروف ومدى جاهزية ظروفنا لاستقبال ضيوف الرحمن من أجل موسم الحج. شفنا كل الأمور المعدة واللي جهزناها من أجل استقبال في ظروف جيدة مع إمكانية رفع هذه الإمكانيات وجودة الإمكانيات إلى مستوى أحسن من هذا إن شاء الله. مع سيد الوالي سنعمل سويا من أجل الوصول إلى هذا الهدف.